في ليلة أنزلت بها النجوم على سطح الأرض لتنير مهرجان وهران السينمائي بإطلالتها وبريقها، شهد مسرح الهواء الطلق حسن شقرون حفل اختتام الطبعة التاسعة من المهرجان الذي توج فيه الكثير من الأعمال السينمائية التي لاقت استحسان وقبول لجنة التحكيم. خير لكم جميعا، خير لجيراننا واخواننا اهل الجزائر، شكرا، تحيه من المغرب، من الخليج، من الوطن العربي، شكرا على الاستقبال. صراحه كان الاختيار صعب جدا، كثير صعب، كانت مستويات متقاربه. حيث استهل الحفل بتسليم درع تكريمي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تكريما لرعايته للثقافة والإبداع، فيما توج الفيلم الطويل نوار للمخرجة هالة خليل من مصر بجائزة الوهر الذهبي وعدد أحسن دور للممثلة المصرية منى شلبي. أول مرة شارك فيلم نوار في مهرجان كان مهرجان دبي اللي فات، وكان محمد خان مشارك في نفس المسابقة، وسألوني الصحفيين ساعتها شعورك إيه وانتي نفسي مع الأستاذ محمد خان، قلت لهم شعوري أني أخذت جائزة كبيرة بمجرد أن أنا بقيت في نفس المسابقة اللي فيها أستاذي العظيم الجميل الكبير محمد خان. وعاد جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المغربي مسافة ميل بحذائي للمخرج سعيد خلاف. وفيما يتعلق بالأفلام القصيرة، فقد عادت الجائزة الكبرى إلى الفيلم المصري حار جاف صيفا للمخرج شريف البنداري، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الجزائري قنديل البحر من إخراج داميان أونوري، وعادت جائزة التنويه الخاصة للفيلم التونسي غصة للمخرج جمال النجار. كما عادت الجائزة الكبرى في فئة الأفلام الوثائقية لهذا المهرجان للفيلم في راس دوار للمخرج الجزائري حسن فرحاني. حبيت نشكر لجنة التحكيم، ميرسي بوكو جوري بور سو بري، جو سوي تري توشي. ونذكر أن طبعة التاسعة من مهرجان وهران السينمائي للفيلم العربي نظمت من 22 إلى 27 جويلية، حيث شارك فيه 34 فيلما ما بين الطويل والقصير من 14 دولة عربية.